بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير. اليوم راح ندير لكم فيديو إن شاء الله راي تفيدكم وتفيد اللي عندهم محركات 1.6 HD 307 206 301 سيليزي هذا يركب فيهم 207 عندهم ديما مشكل في الفلتر اير اللي راكم تشوف فيها راهم يتلفولوا لهنا السنين تاع هذو قدام شوف هنا يتلفوا السنين هذو تاع الفلتر ويعود يتحرك هكذا ويدير خبطه والناس راهي واش دير باش دير حل نهائي تحكم بالسلك كما راكم تشوفوا قدام هنا السلك تحكم لهنايا ساعات تحكموا لهنايا وهذا مش حل. انا جيت نركب هذا الموتور في السياره نلقاه يتحرك واش درت راني درت فكره وان شاء الله تستفادوا منها. وهذا كيعود يتحرك راهو يتلف بزاف حوايج منهم يتلف لا ديريت هذه هذا مزيه دايرين لها دايرين لها هنا شويه كويشو باش ما تتقبش ديجا هاو حرتها ويتلف لافان اجيار هبدر يحك فيها لهنا شوفوا لهنا يقدر يحك فيها على هذا. درك نوري لكم كيفاش درت لكم درك نركب نعاودوا لهنايا قلنا نجيبوا فير بلا تاع 32 سنتيم وعرضه 2 سنتيم ومن بعد ندوروه كما هكذا كما راكم تشوفوا هذه الدوره فيها 2 سنتيم هذه من هنا لهنا 6 سنتيم ومن هنايا لهنايا 24 سنتيم ونديروا له ثقبه تاع مش سات. دركا نروحو نركبوه في السيارة. ها جيت هنا شوفوا هاوتي كيفاش نركبوه. نشوف في هذه البلاصة واحدة زوز ثلاثة نجي في الثالثة ونديرو هنا. هنايا. ندي هكذا. شوفوا وين يجي. ونثبتو لهنايا. بلا فيس اللي تحكم الخيوط تاع لي زانجكتور وتحكم الخيط هذا تاع الديبيمتر شوف كيفاش دركا هي خوتي هاني تميتو وزوقتو كما راكم تشوفوا حواليك كيفاش يبان ما شاء الله. ومن بعد انا ركبوه في الفلتر وخلاص كما راكم تشوفوا رانا حطينا الموتور في بلاستو ودركا نوري لكم الفلتر اير كيفاش راه مثبت درنا له هذه شوفوا كيفاش راه ما يبوجيش اروح حرك حرك زيد الموتور كل يتحرك هو ما يتحركش ان شاء الله هذه المعلومات تستفادوا بها صرتوا لعندهم لي موتور 1.6 وعندهم لي فلتر كما هذه في لونسيون موديل هو اللي ديما يدير مشاكل ويفزد ويتلف لافان اجيار وساعات يتلف كما قلت لكم لا ديريت اللي تجي لهنا لابيب هاي جايه في الاخر. أخيرا إن شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو البسيطة، نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناة يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم.